السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. سامحوني البارحة شوي مختفي عن الأنظار. أموري طيبة وما علي بأس، غير ما ظهرت قلت في خاطري كالعادة بين فترة والثانية أفتح المجال لإخواني هل بالتواصل الاجتماعي وربعي هل قوم بالسناب أنهم يعني يعبرون عن ما بهم، و افسح المجال او افتح المجال الغيري. معلوم كلنا برزقه وكلنا بنصيبه وكلنا بطريقته وكلنا باسلوبه، يا غير ساعات شويه السناب شات يستوي زحمه وانا راعي طويله وراعي تمطميطه، فلذلك كنت في خاطري افتح المجال حق ربعنا وبالاخص اللي كوبي بيس يتغمصون نفس الشخصيه ونفس الشيء زين، لكن غميضه شخصيتهم الاصليه هي روحها فنانه. والله يا ابو كل شخصيه، كل انسان شخصيته الاصل فنان وايد جميله. اللي انا اقصد الانسان يوم بيسوي كوبي بيس من شخص معين ما بلازم عاد في كل شيء، يخلي له روحه فوق بعدها فقير رويحه بنادم شعور احساس شكل علم خبر، ما تم له شيء. ام مره كل شيء ما تم اذنه من حياته ما تموا يتقمصونها زين، خفيف خفيف خذوا الخوب وبدروا الخراب. لازم بعد بنادم بعد له شوي في خراب، حتى الخراب ياخذونه ما يستوي زين. ما بهذا موضوعنا، موضوعنا يا الله يحفظكم اليوم هب اليوم قبل ثلاث اربع ايام هاي اقول لك تجيك البهايد ايك او ايك من يبليك لين مكانك حول الساعه 2 ونص 11 ونص والله، ولان التليفون يلامض كنت رافد. يوم طالعته لان رقم غريب رديت، قال انا فلان فلان انا الصحفي من جريده الاتحاد، اظني جريده الاتحاد اعتقد، العلم عند الله والله ما ينضرب العلم عند الله، اظني صح. برويكم الحين بعد تشيك على الورقه وبخبركم. ليش ما تشيك الحين؟ 90% انها من جريده الاتحاد 90%، لان مكتوب مطبخ النجوم واسم المحرر الصحفي احمد النجار ابو ظبي. احمد النجار ابو ظبي اكيد انه ابو دام ابو ظبي اكيد جريده الاتحاد. المراد انه قال لي انا احمد النجار من جريده الاتحاد، اعتقد جريده الاتحاد لانه ما بمكتوب في الوريقه صغير ونسيت، ليظهر ما بجريده الاتحاد يرفعون علي دعوه خلاف جريده الاتحاد، ابوي ما ادري، المهم صحفي. وقال لي والله نحن حابين نسوي وياك لقاء ومن هالكلام يعني. قلت له انا ابوي ما في عند حد، انا لا اظهر ولا اسير وياي في النهار في رمضان، جلستي في البيت ولا. قال نحن انت جاي اسمك من ضمن الناس اللي لازم نسوي وياهم لقاء عن شيك في رمضان، شو تسوي شو ما تسوي. المهم تم يتخبرني واسالني واجاوبه، شو هواياتك شو تسوون شو ما تسوي، علمك خبرك وكم عمرك ولا لا 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 من هالقبيل يعني، وشو الاشياء اللي يسوونها. قلت له هالكيت 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 نسوي هالكذا، العدد الكبير شو؟ قلت له العدد الكبير نسوي السمبوسه ونسوي البكوره ونسوي الفقاع اللي هي حق الجسم. قلت له البكوره تقريبا حول 1000 حبه اللي نسويها نجسم على بيوت يرانا، والسمبوسه ما يقارب 700 ونجسم على بيوت يرانا وصدقالنا وين نبى، والهرسات والعيوش هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. قلت له هذه حالة، هذا شيء من يوم من عشرات السنين يعني، هب لنا نحن وغيرنا هذا تستوي تبادل تبادل الأطباق الرمضانية بين البيوت، هم يودون لنا ونحن نودي لهم والدنيا ماشية، هب لنا نحن علينا وعلى غيرنا في البيوت كلها هاي الطبيعة يعني. يا سقراكم الخبر، فشو حاط؟ حاط صورتي، صورتي ما عليت، نقيت أنا صورة قاوي بعد واندبتها له. حط خالد الخالدي يطبخ لسبعمية جار يوميا طوال رمضان. سبعمية جار، انت صاحي انت مدحوب، سبعمية جار. انا ابي بيتي ما بيت زايد، لا تعقلي في تلي يا ود الحلال. ابوي ها بيت شيوخ، بيوت الشيوخ الكبار هالي يطبخون حق ويجسمون على الفرجان. ابوي انا راس مالي جدير وكان سمبوسه ولا هذا ما ينحسب. سبعمية بيت، انا ابو قصر قصر شداد بن عاد، قصر ما عليه بيت. كلم العاقل بما لا يليق،
فان صدق فلا عقل له. 700 بيت مدينه محمد بن زايد كلها ما ظني توصل 700 بيت بكبرها، ما ادري كم كيلو بكم كيلو. نحن بوين نجسم على بويتات اللي عدالنا. نشيت ابوي ومطرش لي على الواتساب، نشيت وكلمته قلت له يا ابوي تيمن. قال ما يهمك، هاي غلطه مطبعيه، بدال يقول ما كتب 700 حبه سمبوسه كتبت 700 بيت. قلت يا ابوك انا بلي شيء وتوحيني العرب انك انت خقاق. والله يا ابوك ميني لا مال خقه ولا بمال فشره ولا اسوي يسمونه مقراطيس اسكنت، لكن سبحان الله هذا قدر الله ما شاء فعل، اراده الله ان هذا يجيني سياقه من الجريد، وهذا ما رمس وهذا ما قال، والغلط مرجو السموحه والعذر من هالكلمه اللي ظهرت غلطه مطبعيه من هذا راعي الجريده. وكلمني وقدم لي اعتذر. قلت له انا ابوك ما قلت لك حط هالارقام تقبلني شيء ما قلته، حل العرب بتاكل لي وجهي، انا بيتوحوني بيتحطون تحرون عندي ناطحات سحاب من يروم ابوي يطعم 700 بيت غير اللي يهد عليه البيب، اللي يهد عليه البيب هو ابوي يروم يطعم 700 بيت. والله انها مصيبه، احب انزلكم الخبر، والله مشكله كبيره، لكن الحمد لله ان رب العالمين ان اظني المكان ما حب يقرا لانه داخل جريده، لكن تداولت كل الواتسابات حد في خاطري لو الوادم اللي بس اللي بيقولون زين ولا جزاه الله خير ما في مشكله، بيقول هذا خقاق فشار، وانا الحمد لله انا لا اتفشر ولا داني لا يتفشر ولا داني قربه لا يتفشر، وكم من اللي يتفشرون ودرت قربهم والسب الفشره عشرات من يوم انا ياهل لليوم عشرات هل قم بالفشره ودرتهم. اي والله يا ربي توني قفلت دقيقتين تميت اقرا هالمسجات اللي جت ما شاء الله عمك، لكن ما يكتبون اسامي ما اعرفهم منو، يعني يكتبون نك نيم او انت اسلوبك غير، لا خليت من اللي يقولون اسلوبك غير، انا روحي ابوك انتوا اسلوبكم فنان، لو انتم فنانين ما استويت انا وياكم فنان، انا ما غادي فنان لو الناس الفنانين، والناس اللي ما فنانين تراهم ابوي يقولون والله نحن ما نروم نطالع هالكثر حد يرمس. ابوي انا ما عزرت عليك لا عليك ولا على غيرك يوم مالك خاطر تطالع ولا لك خاطر ترمس، ورمستي ما فيها فايده الا الله يحفظك. انا ابوي لا دقيتك على يديك ولا غصبتك لا انت ولا غيرك. ما علينا اليوم الحين تشوفون بتزبر، عاده هالوقت اكون مقصر، المقصر اليوم ابوي عزلنا على يم، وحين ان شاء الله ان شاء الله اذا الله جعل ناوي الله يحفظكم اتغر على جماعه في العيد وافطر عندهم بدون لا هود ولا هدى. رمضان رمضان كريم وكله كرم وكله فضل من الله، فلذلك بغيت أدغر عليهم من غير ما أخبرهم أني أنا جايينهم على الفطور، لأني قلت إني خبرتهم خفتهم يعني يتعبلون ولا يرتبطون ولا شيء، أنا بسير لقطتهم أبوي فطرت وياهم، وهو مبرز بيت ما شاء الله يجمع اللوادم فيه، فلذلك ابوي ان ساروا اثنين ثلاثه اربعه عشره بيتموا بعد الثلث ولو الثلثين الحمد لله بيت عائله كبيره وافراد اسرتهم وايد كبيره تبارك الرحمن الله يحفظهم، فلذلك لازم بصفالي على حد الكبار محب بلقط حد من الصغار اللي هو ما عندي في الشيطان في الشيطان طريق، ان شاء الله افطر ويا من يكون له حتى على ويا العمال ولا ويا الدريولية كل واحد هي الويبه الافطار قل من ذل، هو بركب السياره بسولف معكم يلا. الحين بارك الله فيكم تقريبا قريب الختمه قريب الختم خزنه قريب الختم اقول لكم خيبه سفرتك قال لي ينحفوك، اقول لكم بنزل فيديو الحين الفيديو هذا مال في ذمتكم شايف في بلاد بدول مجلس تعاون ولا تحرى عمرك التحينه، لو بس الله عاطلنا شويه براد على هالمنظر الجميل اللي تشوف طول الطريق شوفوا ها بلد صحراوي هذا ترى ابوي هذا بلد صحراوي صحراء وصبخه وتشوف هالنمونه شو تقول لا اله الا الله محمد رسول الله تبارك الرحمن من تشوف هالنمونه
هذا بلد صحراوي، يمينك ويسارك، شوف يمين ويسار طمش، شوف الزراعة شوف الخضرة. فكيف تلقط بلاد هالنمونة؟ بلاد ما عندها لا نهار، اللي عندهم أنهار ما استوت بلادينهم هالنمونة، اللي عندهم أنهار ما تلقط بلادهم هالنمونة خضرة. تبارك الرحمن، يا الله يا رب تحفظها من دار وترحم من غرس هالزرع كله في هالصحراء. لا وكاتب بعد هي والله أنا أسير ورد على الموضوع هذا، وكاتب يطبخ لسبعمية بيت. أبوي أنا ما بطبخ ولا أطبخ ولا عندي خبر، أنا هاوي. الطبابيخ الرسميين في البلاد معروفين بالأسامي في الإمارات وفي الكويت في كل دولة في الدنيا العودة. خف على الرئيس، خف، ما بلازم نحن نوصل لأذان، ما بيطيح نصنا نحاول نوصلنا متأخرين ربع ساعة. إيه أنا أطير طيران أبوكم. هي والله يوم حدني أرمس وياكم هوس على رئيسه، أها مش علينا منهم اللي يطيرون. أقولكم حتى نسيت والله من كثرة ما تروحت في يوم سبت ورث أبو هالقيتك. الشارع اللي بتمشي فيه 300,000 كيلو ولا بتحس بالطريق هو شارع العين. مازين مازين يشرح الخاطر، الدنيا خضراء والنخيل ما شاء الله، كل الدنيا أبوية دانية قطوفها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا الله يا رب تحفظها من دار، تحفظها من دار وتحفظ حكامها وتحفظ من سكن فيها ومن وترحم من أسسها يا رب العالمين. شوف والله عليكم هالدار، يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم، تبارك الرحمن خير الخالقين. أقولكم يتني يتني استفسارين من مذيعنا الحبيب أحمد جوكا من دبي اللي هو المعلق الفنان اللي ما حد شراته، وياني استفسار الثاني من أم ثاني. هي والله حلو أم ثاني، يا الله يحفظها، بعد استفسار مستفسرة، وكلهن ويجاوبنا على الفيديو اللي الحين بنحطه لكم وبتشوفونه، استفسار عن مرض عوق يضرب الشير عندهم، بنحط لكم الحالتين. وسألنا أبوي يا الله يحفظه حمد البيرك ثم القيوين خبير الهنبة في الدنيا العودة اللي عنده دراسات عليا بس في الهنبة حمد البيرك، اتصلنا بهم قيوين وعطانا الحل وحين بنحطه لكم. هي واللي تخبر أم ثاني منو؟ أم ثاني أبوي أم البطل الإماراتي، بطل السباق مال الطرادات، سباق القوارب السريعة ما يسمون، المهم بطل العالم ومن الإمارات، ثاني القمزي. هذه نطريها نحن، تسمعوني تسمعوني، هذه بها أم ثاني وأم ثاني، امرأة عن 600 امرأة تبارك الرحمن، دين ثقافة وخافة من الله وراعية واجب وتحب الحلال وتحب الزراعة. وأنا كل إنسان في قلبه رحمة هو اللي يحب الزراعة واللي يحب الحلال ويحب العالم، ولا كل اللي تابعوني من هالنوعية أنا، واللي تلقطه متجلف هذا يدور أبويها لغاية في نفسي يعقوب. أبوي أنا ما يخصني فيه ماي، ما يخصني أنا أبوي يدي فتشي ثمي ما علي، أنا بلا بنزل أنا يخصني في عمري من ربعها اللي يعرفوني وعرف لهم والدنيا أمطر. ما لنا شو صار عليه هالحين، ها أول هذه هاي الحين غسلناها، ها أول كان هذه غسلناها وهذه لا ما غسلناها، عشان أروك إياهن كيف يعني. ها شو هذا كل الهنبة الحين كذي في المنقى كل استوى كذي، هالحين شو نسوي؟ نغسل ماي ولا نقطعه ولا شو نسوي فيها الحين؟ ها طالع هاي غسلناها وطلعت كذي، هذا شو ها ما عرفنا شو، لين بعدها لين مثل ال ما أدري شو، غبار مغسول المنقا ويا غبار هني، هي صح يمكن مغسول المنقا ويا غبار عليه كله عادة. شوف عاد حل المشكلة. محمد سلام عليك، بعد ما شفت الفيديو الهنبة هاك اللي طرش لك اياه، عندنا مشكلة في الهنبة الثانية، على الجزء الثاني من الهنبة. طبعا احنا يعني هاي الشغلة الوحيدة ببيت الوالدة هي مهتمة فيها، قبل يعني ما مهتمين وايد الا هاي الهنبة يعني، بس انا بعرف ولد الخالة هذا شو اللي طالع في الهنبة، شيء ابيض شوفه
على حبات الهبه براوي كلها بعد طالع، هل هذا مرض؟ ما اعرف شو السالفه. يمكن خبرتك انت ما شاء الله عليك، شوف ما ادري شو هاللي طالع في الهبه، ناكله عادي؟ هذا يعتبر مرض شيء؟ لا سمح الله. سامحنا على طرشنا لك الصور، ما شاء الله انت خبير في السوالف، نستفيد منك وايد في السناب. جزاك الله خير يا ابو محمد، ونتري مشورتك. ما شاء الله يشوف ثامره. هذا الله يحفظكم العوق يضرب الهنبه. هذا العوق اسمه البق الدقيقي. هذا يوم تكبر الهنبه مره يا هشرات خيال العنكبوت مثل القطن. كوش عليها دور ما دارها ولين تغدي ما تتشاهد. فلذلك هذا له رش وديكي، حطينا اسم الرش، ينرش اليوم وينرش بعد 10 أيام، لكن لازم بإشراف شخص متمرس وعارف القياس مال الرش. هب تكود طرمبة رش كاملة داخل هذا جريكان صغيروني وترش به؟ لا، لازم كل إنسان الحدائق المنزلية يكون عندهم مكينة الرش اليدوية اللي صغيرون هاللي تنحط وراء الظهر، منهن هذه. أما في الموضوع أبوي وصلنا المقام بحفظ الله ورعايته. سلام عليكم فريجنا الأولي، سلام عليكم إيراننا الأوليين، تحولوا عاد أبوي كلهم، خلوا البيوت اللي ظهروا منها حق عيالهم الصغار الإخلاف عرسوا، وال ما شاء الله شوف ما يلامون أبوي، يلامون أبوي اللي يتعنوا للعين ما يلامون. والله يا أبوك ينك من تدخل العين كأن حد فالك صدرك وحط داخله قالب ثلج، قارب ثلج، الماء والخضرة والوجه الحسن. يا الله يا رب جاء حق هالوقت المبروك، تحفظ تحفظ إن شاء الله خليفة وإخوانه يا رب العالمين، وتحفظ محمد وذريته، وتحفظ هالبيت، وتحفظ إن شاء الله شيخاتنا وأولياء عهودنا وحريم الشيوخ وبناتهم وأنسابهم وخوالهم وكل شعب الإمارات الكبار والصغار بجميع فئاتهم، العاديين والسبشال واللي ما فوقهم فوق. إيه حافظ علي يا أبوك، حتى لساني انطلق من دخلت العين، حرام يا لساني انطلق عازم يا غير لسان طير. إيه يا سلام سلم، خفيف البلاد، خفيف البلاد، رقم واحد البلاد، رقم واحد. ها والشيوخ بكبرهم يرحبون. يعلى الله يحفظك يا أبو سلطان، يا الله يا ربي يحفظك. إن الله يحفظكم. قدامنا طحنا في زحمة قصر المقام، يعني إن شاء الله إن الله بيسخر ويخطف الدرب، إن شاء الله نبني الحق بعد باجي عن اليد كم هناك 10 ربع ساعة إن شاء الله تو الناس. أنا قايل حق محمد يعني عادة تلجمني يد اللي يوم أظهر أشلها وياي دلتي إنزين، وبشيركم الحمد لله حاطين صحيحات، انقضنا الوقت وأذن فطورنا عدنا، والما في الثلاجة والدلة وملقمة، اللهم لك الحمد. وإذا لنا نصيب نطاول حد يفطر ويانا من نيرة من اللي عدالنا في السيائير بعد ما نفطر وكملنا من الأجر. إيه يا سلام سأقولكم الحظ، الحظ يا حافظ اللهم لك الحمد. وهذا العرب هاي توزع فطرات هالبنيات هالي، شو كلهم لازم يوزعون فطرات، ها كل الناس تسوي افطار صايم. يا الله يا رب تحفظهم. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف ما شاء الله. سلام عليكم، سلام عليكم. يا الله يحفظكم في الخالدية الحين، هذه الخالدية ايوه ان شاء الله نبنى باجي دقيقتين ان شاء الله نبنى نوصل ان شاء الله، كان الله كاتبنا نص ان شاء الله نحب ندخل بدخل شيء عليهم على غفلة عجيب، نبي نوصل صار وقت الأذان. أول مرة هي هالخالدية، خالدية العين ضاري على خالدية أبو ظبي، خالدية العين أول مرة هي. يا سلام غبة خضراء، غبة خضراء، غبة تبارك الرحمن، شوي شوي على المطبات. أيوة ما زين الله بيت بلية نخيل وين يتشاهد؟ والعين يا الله شو خليت.
خضرة يا هي بيوت يا هي دنيا الله يسعد أهلها. هذا البيت على الله يحفظكم. هذا البيت سيدة سيدة هناك سيدة أيوة تعيدونها الرجال. هذا الرجال الله يحفظكم لي أيام ترى من عنده. هذا كل يوم لابس عقال منشوس واليوم ما بلبس. لا ودر عنك لا 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 ودر عنك نحن أبو حيضاري أصورك بسفرة أبو عقال والعقال منشوس اليوم يا حافظ على هالزين شاك الأخر الله يسلمك. خالد بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلف بن محمد بن عامر الفلاسي وهذا العدالة العدالة ولده أحمد بن خلف محمد بن عامر الفلاسي ويده مانع سعيد العتيبة. أيوة الحين أنت عتيبة ولو فلاسي فلاسي يعني. فلاسي إيه أخوه 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 هي أخوه ما يبع فلاسي بعتيبة زين وهاك الرجال تبنا هذا خالد منصور الخيلي والله والنعم. وهذه بني الغاوي مني هذه شمة بنت الشيخ خليفة هاي الشيخة شمة الشيخة شمة بنت الشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيا تعالي بعد ما اقتصل. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. وهالرجال فنان هذا عبد الله بن احمد بن عامر الفلاسي والنعم والنعم والنعم. وهذا الرجال من بالله عليك هذا اول كان يلبس يسمونه ابو عقال منكوس زين هذا عبد الله بن محمد بن عامر الفلاسي والله والنعم 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 والله حي فضل الله حي البركه حي الزين. خلنا ندخل وهالرجال من هذا عبد الله بن احمد بن عامر الفلاسي والله والنعم والنعم والله يبكم نعرف عرب اسير عليهم وعندهم مال المؤمنين والمؤمنات والله يا ابوكم يا كسرة العودة كبر حبة الهواء وهاي طاع ما شاء الله ظاهر من ويه المدخل تبارك الرحمن اللهم لك الحمد والله يا ابوكم يا مهم اغنى اغنى يا ابو ظبي وكسرة العودة الكبير يا الله وبعدين هباب حديد دخل منها شلوها عقوها بطاسة الغسول دخلنا الخلاف عقب حق البنيات او انه مسمى مال هالفاكهة كلها يسمونها ريد فروت كلهن هاي يسمونها ريد فروت انزين هذا الاستروبري وهذا الروزبري وهذا ريد بلاك بيري وهذا بلو بيري كل عاده بيري بيري فهذا عاده جيناته وعلمه واخباره عند اي شركه شركه امريكيه مع دماغ ما حد شو اسمها بالضبط اي والله هذا ابوي مضاد للأكسدة اللي يستعمله يوميا يغد ينقز على كراع دبة حياته ولا يعول ولا يتجلود ولا يتقرفط ولا يشوب ولا يقدم له خطوط ولا هذا الخراف المبكر ها كله يبيع محمد وايد ما عليه ويغدي فنان الرجال هذا الله يحفظكم اللي تشوفونه قبل مدة طرش لي معلومة والمعلومة تأكدنا منها ورمسنا وياهم وناقشنا المعلومة وحين بخبركم عن القصة كلها هاي القصة قصة ما قبل يمكن 60 سنة 60 أو 62 سنة مع عم الرجال هذا الحين بروح الدار عم أبو شو اسمه إبراهيم عم أبو اسمه إبراهيم بن عامر بن عامر الفلاسي من سكان هل البحرين منو ما أخذ هذا الريال طلع عم الريال هذا عم أبوه ما أخذ حياة مايا خذها من بوظبي وداها البحرين في الحد فريج البفاسة والريال هذا الله يغفر له ويحلنا من الطاري عند حريم هنتين وقالهم جايب لكم وحدة أبوي تطبخ هاك الطباخ الزين عمانية الأول يسقرون هل ساحل عمان وينه وابدا ما قرت شهرين كدوه الله يغفله كد البلا ودرتهم يت ابو ظبي وخذ حياه ابوي عقب هاي الله يحفظكم القصه حياه مايا مخبرتني من قبل قالت انا قبل ابوكم ماخذ واحد من هالبحرين انا ما تحريته من هالدار تهرب من هالدار اللي ساكنين البحرين صح هي من هالامارات اللي مديرين البحرين مسوين تجاره هذا يدلك ان البلاد وحده البحرين والامارات السعوديه الكويت
باقي دول مجلس التعاون كلهن ابوي هاي بلاد وحده، ما فيهن وحده غير عن الثاني. فبنت المشرق ياخذها ولد المغرب، ولد المغرب ياخذ بنت المشرق، فلذلك دمنا واحد وجنسنا واحد. واللي ما تعرفه قبل 50 سنة تخيلوا، من هذه السنين ما حد درى بالموضوع هذا، اليوم ظهر على الشاشه. يارك الله يا ابو عقال منشوس، يارك الله يارك الله، انت بليض صيام وغادي يلدو عظم، ما بارك الحين صيام، الله المستعان. هذا من هذا حمد الحبابي. ايش حمد الحبابي؟ حمد الحبابي راعي العين، حمد عظيمان الحبابي. هذا نسيبكم؟ نعم. يا حافظ حبابي ما اخذ من البفلاسه، شو بيغدي ابوكم؟ شو رايك؟ بيغدي نحن البدر نحن ما شفناه، انا ما شفت الخليط هذا. ايش قايل الانتاج؟ الله اعلم. الانتاج موجود. موجود وين؟ موجود هني موجود حمد. زقروا لنا زقر ذيبان. موجود. ذيبان؟ سمنا ذيبان. زقروا ذيبان، زقروا ذيبان. العادي يا عبد الله حميد حبيبي. اقول لك شو اخبار الشركة؟ شركة اللي هي شركة الدواجن اللي هي الام الشركة، شو اسمها؟ فنان رقم واحد، ليه ما تحلي خدودة؟ تحلي هي دودة وانت كل ما فيك زين تبارك الرحمن. انزين الشركة الام شو اسمها؟ جنان. جنان. نعم. جنان تندرج منها شركتنا الصغيرة اللي هي تسوي دار زود، اللي تسوي دياي دار زود. نعم. اللي امس شحنتوا سيارة واندبنا من حق. نعم. العالم. نعم. بتقول ما قلت لك حد بده وحد ما بده؟ اللي ما بده ان شاء الله السايكل الجاي ان شاء الله بيوصل ان شاء الله، اذا الله راد. ابشر ان شاء الله بالسايكل الجاي. سايكل هو سايكل، السايكل الجاي سايكل، السايكل الجاي بيبده. انزين شو يديدكم عن منتجاتكم؟ يحفظكم. انا سؤالي هذا اللي خلاني اسال الرجال هذا عبد الله. سؤالي بالتحديد، الجماعه يقولون انتم تاخرتوا عليهم، شو اللي اخركم الجماعه اللي يو اتفقوا وياكم؟ نعم. لبناء حظائر لتربيه دواجن دار زود. نعم. في مزارعهم اللي هي الفري رينج. نعم. شو السبب؟ ما في تاخير ابو محمد. نعم. بس نحن الحين في اخر مرحله. نعم. من تجهيز البيوت وديزايناتها. نعم. نخلص ان شاء الله بنتواصل مع المزارعين المواطنين. نعم. وبيبدون لكن هم موجود، هم نفسهم كلهم اساميهم عندنا وارقامهم عندنا، وكلمناهم وطرشوا لنا اللوكيشن. وان شاء الله على يعني على اخر وقت ما الله راد، الله راد ان شاء الله بنيهم، بنسوي زيارات للمزارع، بنشوف البيوت، بنشوف الاراضي، بنخلص امورهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نعم. شكرا جزيلا. حاضرين. وسامحني على سؤال المباغت هذا. عادي. هذا من وحينا الشيخ محمد هي بن هزاع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا وانا وانت. وهذه الحلوه الشيخ هشام ما خبرناك عنها. شيخ هشام. شيخ هشام والشيخ محمد بن هزاع. والله والنعم والنعم. انا عاد شيخه تعالي مايا، تعالي عدالي، تعالي ولازم تدلعين لسان. اي ها بس حبيبي الشيخ محمد يا الله يحفظه. يبا فراوله، تبا فراوله، بارك الله فيك. والجماعه اللي مطرشين سامان، حد مطرش يقولوا لي في البيت مطرشين بسبوسه، وحد مطرش حرمه بعد مطرش دلال بالبارحه. الدلال يسوى النوم العين، بيض منيمات شي شارات لنيوم كريستالات عليهم، بصيانيهم بقلاصاتهم بأغراضهم بفنايلهم بأكوابهم بطواسل غسول، شيء مهول ما أدري عاد من أي إمارة. لكن كنت مطرشة قبل صورت لها، أعتقد السود كانن، وأمس دقت لي تليفون أو طرشت لي رسالة قالت أبو محمد يا هات لنا دلال من عندنا للعيد. شفتن حتى من كثر ما أنا فرحان فيهن خليت على صفاتهم، قلت لحد حتى يصورهن والحد يقربهن لين روحي يتفيق. ما يبالهن صورة أبوي هذه، يبالهن فيديو، يبالهن حد يعد فيهن قصيدة من زينهن. الجماعة كلهم يضحكون، يقول أبوي هاي لو بعدها طرشت لك أبوي بناية تجارية ما قلت هالرمسك لها. أبوي أنا أفرح للي يفرح العرب. ألو ويعلى الله يفرحهم إن شاء الله اليوم دو. بارك الله فيك. سبيكر حط على... سبيكر سبيكر تاك هذا ابو شنب. ابو شنب منوها خلف. هلا هلا خلف خيلي. خلف خلف بن منصور الخيلي ابو شنب. والله مليون مرحبا. ايش حالك؟ ايش حالك؟ على الله يحفظك. توقعت اني بلقطك عند الجماعه. ما خبروني ولا بجيك هناك؟ ما يبون فيه هواهم شريك. ما يبون.
حساد هذا. اي والله انهم حساد كانت تبغى الصدق. الله يحفظك يبارك فيك. لا خليت منك. رد السلام على الجماعه وعلى كل من يعز عليك. شكرا. لا خليت منك. شكرا على التواصل. الله يرحمك. هذه صورته ابراهيم بن عامر بن عامر الفلاسي. هذا اللي الاول ماخذ حياته بمايه في البحرين. توفى ها؟ كم من متوفى؟ 5 سنين متوفى. يعني توفى ظني متوفي الله يحفظكم في الستينات، وخلى في مية العيال في البحرين، وحين هناك حد هناك من عياله في البحرين، حد في حد في, في حد في دول مجلس التعاون، وحد في ابو ظبي، يعني بناته ما شاء الله واغلبيته ماخذين شيوخ من هالبحرين، يعني من كل ما شاء الله بدر وايد، لكن من حياه ما يا بعيال الله يغفر له ويغفر لها. فالله يحفظكم في البحرين ما يسمونهم الفلاسي، البوفلاسه. البوفلاسه منطوق هل البحرين، منطوق في الامارات الفلاسي، ولا هم واحد، لكن اللهجه تختلف. البحرين يسمونهم البوفلاسه، وفي الامارات الفلاسي. ويعلى الله يحفظ البوفلاسه وكل فلاسي وكل اسم مسلم على وجه الارض. بارك الله فيكم. زين هذا منو هذا؟ هل هذا محمد بن حمد الحبابي. هذا محمد بن حمد الحبابي. خاله والله والنعم والنعم بخاله. ما سلم عليك بعد ما سلم. تعال 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 سلم. مرحبا مرحبا. هو بيحصل عليك سوله. الله 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 ما خلنا الا ريحك. والشيخ محمد دائما هذا مره يا رب لا يخليني من هالشيخ ماني ما زينت. ايوه يعني ها اسمه محمد. اسمه محمد والنك نيم ديبان. ايه النك نيم ديبان. شوف انت شو اسمك؟ محمد الاحبابي. ون يا سلام. لا 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 احبابي ما خصك بالفلاسي. احبابي. ايه منو صديقك؟ برشلوني ترى. محمد الفلاسي صديق ولد عبد الله. حبيبي محمد انت ولا مدريدي؟ برشلوني صح؟ لا 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 مدريدي مدريدي لا تبع معازيبه. عندي مولنا يا زتنا دلتهم لجمين دل ولايتيه غير نمونه، وقلنا ابوي بنزل على دلتنا من دلتهم. وهذا راين ماشي عند العرب كلها، يوم تصير عند حد ودلك جد خطف منها الثلثين تزيد ابوي من دلك على دلتهم على دلك. مشكورين الله يسعدهم أنسونا وفرحنا بيجتهم وشفناهم المكان المبروك الغاوي. أكرمكم الله. إلى الله يسعدهم ويبارك لهم في هالمنزل الغاوي الفنان اللي ما استوى شراته لا في الدنيا العودة ولا في شرقها ولا غربها. إلى الله يحفظهم ويفرحهم. إذا الله جعلنا من الحيين بنخلص أحياء. آه تعالوا أنا ما خبرتكم مشيئتيه عليه مطروق العين. يا يمضي العقد العقد شو هذا العقد؟ يا يمضي العقد مع شركة عزام عزام للضيافة، ترى هم اللي بيسوون العرس واستقرينا. ترى خلاص أنا راوني البي أو التكلفة كم بتكلف وياي أوقع وياهم العقد، لأن هم اللي بيقومون بالورود وبالكوش وبالمايوب وبالترتيب وبالأكل وبش كل شيء عليهم. قلنا أبوي نحن ما نبي تعبن من أدنات الدون. قالوا عليكم بس العطر والشوكولت والمجهويات، هل بالقهوة وهل بالحلاوة وهل بالعطر، هذا روحكم أنتم. وباجي بوي العرس من الألف إلى الياء، نحب بنخلص وياكم واتفقنا على قيمة معينة، واليوم جاي أمضي العقد إن شاء الله. تحرى عملي والله. الله يحفظكم. مركز عزام للضيافة هذا عم تشوفونه. السلام عليكم. كفاية كيف حالك؟ اسمك كفاية؟ كفاء. كفايه شو عيل؟ ايوه هذا شو اسمه؟ مال يهود. والله اللوبي
اللوبي لوبي اليهودي عندهم اسمه مركز كفاية ما شو هذا كفا زي سامحيني كيف حالك كيف انت هي والله ها مركز منشقين الكفاية ما شو شيء وايد كبير عندهم هي والله هي والله كيف حالك كفا هاك اليوم من عقب ما ظهرتي عني يميع المسجات يت بخصوصك انت كل حد يشكر عليك كل اللي قمتي بترتيب اعراسهم يشكرون عليك والله العظيم اقسم بالله العظيم يا كل حد يشكر عليك جزاك الله كل خير كفايه كفايه صح كفى كفى يالله كفى الله يسلمك انا جاي متفق ويا الاخ محمد اني اي محمد ابو علي شامسي اني اوقع ويا العقد اليوم فمره عمرتين انا مره عمرتين تخبريني شو من الخدمات شو الشيء اللي بسوونه حقي انا حقي انا في عقدي حق العرب تشوف شو من الخدمات عندكم من أدنى إلى أكبر إلى أعلى شو الشيء اللي عندكم كامل بارك الله فيك شكرا جزيلا السلام عليك هي حليلة هي شايف إنك أكل بلبس مال جسمه كيف حالك شو طعمك أول شيء بعد ما شاء الله والله خبيثة طال عمرك مرة أنت زاهب مرة من كل شيء سيدة على كيف كيفك على كيف الريسيبي اللي بدك إياها يا سلام ها كل شغلكم أنتو كله شغلنا طويل العمر مول عندك مكسرات عندك طويل العمر عندك من أحسن نوع التمر هي هي شوفه وهذا شو هاي من نوع البيتي فور انزين وهذا هذا كشف بيدين عادة ياك هاي تبيع حنا بيكب هنتين هن كشف ياكل هنت يا الله تغربلت أيوة شكرا جزيلا يا طاولة الرجال في اي بي بتكون عندك بعرس بهاي الطريقه اي طاوله في اي بي لاعراس الرجال تكون بهالترتيب ايوه عاد الفواكه على حسب اختيار يا اما شيش فروت يا اما فواكه كامله هذا شيش فروت اسمه هذا شيش فروت شيش فروت هي بهالطريقه للفي اي بي ايوه وبامكان الطاولات كلهن يغدن في اي بي صح هي نعم ال 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 هو عاده بسوهم 8 ب 12 هيك يا لا والله ما تنقز الا سمين ابوي ليه عنده ما شيء مشكله فكان اللي ما عنده لا حول ولا قوة شكرا جزيلا يلا تعالي شو خيب 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 هاي طال عمرك الشهادات من أول بادي اللي علي يسوي ليت بسرعة وباختصار هاي طال عمرك شهادات الأيزو أنزين شهادة من سنة 2004 و2000 و2007 و2008 هاي من طرف الرقابة الغذائية كمان ما شاء الله تستاهلون هذا الشوروم ابوي مال مركز عزام للضيافه هذا الشوروم مالهم هذا ابوي الشوروم مالهم السلام عليكم الحين اللي يبي كيف ها مكتبك انت احلى مبهينه ما شاء الله عليك انزين حلي بي اول باي يجلس عندك ويتقهوى تروينه اللي موجود على ما اشوف انا هذا مثلا شو بس عندك هون الطاولات عليها ستب كامل عليها الوان ستب الوان لصحون انواع لصحون يختار الزبون اللي يبى اللي يبى اللون الصحن نوع الصحن نوع الجلاس السنتر بيس الهوت شوبليت اللي هو اللي بنحط فيه الاكل الساخن يختار الالوان انزين النابكن المنديل هذا يختار الالوان يعني حتى المناديل ناس تختارهن طبعا والله عندك الوان طبعا وكل كل لون له سعر ولا كلهم واحد لا المنديل هذا فري بينحط يعني بس على حسب زيقتيني تحرت مع بيزات لا بلاش ها اكيد هي وهي الطاولات هذول تعون الهوت شوبليت عندهم ثلاث الوان عندهم الذهبي وعندهم السيلفر وعندهم الميكس السيلفر مع ذهب ايوه تمام نعم وعندك مثلا سلف الخبز صحون المقبلات عندك شكل الورده عندك البولات السيراميك الصغيره هاي هاي المقبلات كفى انت من وين الاردن ايوه زين لفت انتباهي كلمه زين هذا صحن الورده اي ورده أي يعني اردنيه زين هذا المقبلات في منه ذهب وفي منه سيلفر هذول صحون البولات الصغيرة هذول كل شخص بينحطهم. اي. وعندك الصحن الهلالي هذا للمقبلات. ايه. وهيك بكون الاختيار على حسب ما بدهم.
يعني يتم ام المعرس ولا ام العروس يتنقون اللي يبونه انزين يختارون هالنمونه. هذا مثلا هذا في اي بي لو العادي هو كله نفس الشيء بينحط لازم ينحط ساخن يعني. لا قصدي الطاوله الطاوله الفي اي بي طبعا كله في طاولاتكم في اي بي حشي ابوك انزين. وهذا شو الحين عباره هني هاي كمان طاوله رجال هذه آه. نعم حفر الرجال اللي ستة بالسيلفر ايوه هالطاولات العرس الرياي يعني وهذا ست اب واحد لهم يحطون اللي مطلوب يعني اللي حد يطلع حسب زي الطاوله شفتها برا بنحط العصيد الخبيثه المكسرات التمر بتيفور وهيك الله يحافظك. لا هذول البوفيهات للبوفيهات هذول للعيش واللحم هذول البوفيهات هل العيش واللحم هذا العيش واللحم وهذه هذول للبوفيهات بنحط فيهم للفي اي بي بنحط فيهم عيش ولحم كمان اها ذبايح يعني ايه ذبايح قولي لي شو بالله ايش حق شو ذبايح يا رجل الله مشكوره يا كفايه كفى كفى سامحيني زين. وهذا شو هذا الستاند الخماسي هذا للبوفيه كان عندك العدد يقل لحد 30 شخص هذا بينحط فيه الاكل الساخن طبعا هذا على كهرباء سخان ايوه يعني والله خبز اصناف وبدور روح يدور يعني بدل ما هي تلف الشخص يدف بس لما تجي بيلعب له شوف انت مريحه. وهذا الكتب الثاني نفس اللي تونا تصورناه نفس هذا الذهبي لكن هذا السيلفر عندك جرسي ارضيه اللي بحب يعمل جرسي ارضيه هي ارضيه يعني هذول الجرسات الارضيه اللي بحب يعمل جرسي ارضيه هي نعم بوفيهات وما بوفيهات وهيك يعني. وهاي الطاولات العاديه هذول الطاولات الكبر العاديه ايوه فيها حفلات حتى أعراس إذا بدهم بينحطوا عاد. ودي وين مكتبه حينه محمد النبي؟ محمد على الشمس الصور الثاني المكتب. والله. فوق مكاتب المحاسبين هم محاسبين هاي فوق. أيوة. يا وقت ما زين لها المكان. فوق بس مكاتب. والله. مكتب المدير المالي مكتب الاتش ار. مكتبك أنت روحي يا بوت مكتب كم بني عود؟ الله وهذاك شو هناك؟ طاولة عادية يعني هذه صح؟ هاي طاولة طاولة للبوفيهات كمان إذا آه. كان أعرف لا تنحط يعني وهذيك أشياء البوفيه اللي تنحط البوفيه شوتر كلاس سويتات وهيك هذيك ما البوفيه كفى الحين اللي مثلا يقول أنا عندي بوفيه أنا ما أريد خيمة ما أريد ميالس أريد أسوي عزيمتي داخل الحوي بيتي حديقة كبيرة وأقدر أسوي بوفيه عندي شو تسوون أنتو؟ عادي مرتب لي يعني. تروحون أول تشوفون الموقع شوف المكان نعم إيه. مثلا ملكه ولا بيسوي اي شيء يروم نرتب الشغل على حسب المكان ايوه مثلا يبقى بوفيه تحطوا لها هذه الاشياء كلها ويعني عينات من ستاندات البوفيه في اشياء بالستور عينات ايوه فتجيبون للخدمه كان ريايل ولا حريم بيسرفزون هو ما عليه ولا شيء لا 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 ما عليه الا يسلم بيزات مشكوره يا كفى بارك الله وين مكتب ابو علي؟ وصي علي بخبرك اكيد اي قولي لي حسب اي حبيت تقولون بعد ظاهر الحين معاشين قابضين شهر هذا الله فينا زيد فضلك وين فوق شكرا السلام عليكم السلام. كيف حالك شو اسمك منير ها منير ما شاء الله عليك منير وين بلاد وين انديا كيرلا ما شاء الله ان شاء الله انا بروح كيرلا ليتر ثانك يو هذا المدير المالي وين مدير المالي؟ هاي مدير المالي سلام عليك السلام وهاك منو هاي لك؟ سلام عليك مدير ش... وليد دخ زقارة يلا بارك الله فيكم شكرا شكرا بو علي يا بو علي هات عودك وغن لي السلام عليكم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هذا يقول لك ابوي مكتب ابوي مركض خيل هم يطرون هالمكتب الله يشرف مقدارك ويحافظك ايون هاي سيده يا سلام يا سعد حظك يا ابو علي يا سعد حظك ويا ابو زايد يا سعد حظك الله يفرحك هاي الدنيا وايد ابوي عندكم توني هاي ابوي شهاده التقدير الله يسلمك تستاهلون كفو 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 على حله عندنا من الجامعه وعندنا وزاره الداخليه وعندنا بلدية العين
اقول لك انا شفت هالوعيانكم مالات عزام في مهرجان شيخ زايد للتراث. اي نعم. انتم كنتوا جبتوها؟ اي نعم. ايوه كان اظني ماخذين من عندكم نيادات كانوا يابين عشاهم حد من نيادات. النيادات كلهم يتعاملون ويانا. هي لا الكمبيني العود مالهم. اي نعم. عجيد القوم. هي اللي عند المعازي والله يحفظه. هو كنت طالب من عندكم وانا الحين كلنا كل هالعرب كلت من هاك اليوم. وكان زين وكان المميز فيه عصيدة البوبر. اليوم سويناها على ما تبغى. زين بتطعمونا ان شاء الله. اي نعم ان شاء الله. علي. الحين انت هل صورت لي هذا كله هل في فيديوهات صغيره ودقيقه منهن؟ لا ممكن انت تشوف في فيديوهات مثلا محطوطه هنا نحن نحط كل فتره ننزل فيديو كل فتره. أيوة. ننزل فيديو هلا مثلا بوفيات هذا بوفيه للشتاء وهذا بوفيه حتى انا ما اشتغل على حسب بوفيه مال الشتاء لان في ارضيات. أيوة. تطلب ارضيات بسيطه هي في الحديقه يعني يكون في بيت حد. او مثلا تبغاها في العزبه او تبغاها في الاستراحه كيف ما تبغى. والخدمه تكون معك انا ارمست وياك فايه تحت. ايه والخدمه على نحن نقدمها. ايه مثلا هذا عرس. هذا مثل شو؟ هذا عرس في اي بي. هذا كله ترتيبكم انتم. ايه من الورد كل شيء الى الكيترينج. إيه نعم. الوعيان. إيه نعم. الصحون كل شيء. الحين كوشه. نعم هاي الكوشه. هاي وحده من الكوش يعني. هاي وحده من الكوش. ها ترتيبكم انتم كله. نعم ترتيبنا. شو بعد شيء كوش غير وايد في كوش. ابوي انا الكوش انا ما يخصني فيهن. إيه ها بين ابوي آه. الحرمات روح ابوي هن يختارن ترتيب الكوش والممر وطريقه الدخول والخروج ها كله انا ما اثهم فيه يعني مش شغلي. شغل ابوي انا خلاف ان شاء الله من يجهز شغلكم بيجهز الستيج ويجهز المسرح والكراسي وكل هذا بيروح يا طالع. تعال ان شاء الله لكن ضروري ابو علي الحين انت ترى على الهواء مباشره ودر عنك الكمبيوتر وايد ضروري يا ابو علي انك انت تساير الشعب وتساير الشباب اللي بيعرسون اللي يبون العرس يبون اسعار ابو علي مناسبه. اسعاركم انتم اكيد ما بوايد غاليه لكن لو شويه تراعون الشباب يعني عشان عام الخير وعام زايد. نحن الله يسلمكم مسوين اسعار خاصه لحمات الوطن لعام الشيخ زايد الله يغفر له امين ان شاء الله يرحمه مسوين عندهم بطاقه فزعه مسوين عامه مقدرين الاوضاع مسوين اسعار خاصه جزاكم الله كل خير مسوين كل واحد ويشوف الطلبات اللي هو يبغاها بعد هنا وكل هذا بعد نسويهم جزاكم الله كل خير نحن نعين ونعاون الله يرحم والديك ويرحم من رباك ان شاء الله ويحافظك يا ابو علي. علي في شركات همها الوحيد الربحي ما يبالون او ما يقولون هذا يعني انسان يعني الناس ما بكلها عندها بيزات والناس ما بكلها تستطيع انها تاخذ كلن يبغي الزين لكن اذا كان الزين سعره وايد غالي مفروض يكون يعني صاحب البزنس اللي هو العمل اللي مثلك وشرواك أن يكون يراعي وضع الشخص هذا أنه يعني ما يكون أنه يجبره أن المبلغ كامل هاي الساعة أو أن طريقة الدفع تكون صعبة تسهيل في الدفع ويكون السعر يعني في متناول الجميع. نحن الله يسلمك طريقة الدفع عندنا يدفع اليوم شو المتقدر. نعم. عنده في البداية اللي الله مقدرنا اللي مقدرنا لأنه هو لأن يوم بيحجز القاعة العرس والمكان اللي بيسوي المكان اللي بيسوي العرس فيه والاحتفال أو اليوم سواء كان عرس ولا بوفيه وبعدين يرد يدفع اللي الله مقدرنا عليه. أنتم تقصدون على كذا فترة لأن احنا مقصد على كذا فترة جزاكم الله لحد يوم العرس جزاكم الله خير. وإذا كان في انتقاد أو لقى أي شيء يخص هالعرس نحن مستعدين نتجاوب بعد معاه ونشوف شو اللي هذا ونحن نرجع بعد. جزاك الله خير جزاك الله خير. زين في احتمال أخوي صلاح بعد يعرس عقب فترة شو ترتيب ذوي الاحتياجات الخاصة؟
ذوي الهمم ذوي الهمم نعم. الخاصة نعم. نحن الحين صار لنا نشارك مع وزارة الداخلية لمدة سنتين ما شاء الله تبارك الرحمن. وكان على مدى السنتين اللي سويناها من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم ذوي الهمم نعم زين كانت كلها مجانا من ذوي من عند مركز وشركة عزام للضيافة. بارك الله فيكم الله يطرح البركة ما تشوف مكانكم متبارك. نحن الله يسلمك أي شيء يخص الحكومة ويخص الفئة المستهدفة هذه وأي شيء يطلبونه منا نحن اليوم من مركز عزام للضيافة نحن مستعدين نشارك فيه. جزاكم الله خير ما تقصر دون أي مقابل. الله يبارك. عرس جماعي استوى من مدة مال ذوي الهمم اللي فيه أبو ظبي بس مش وزارة الداخلية. وزارة الداخلية نحن نسويها هذه إن شاء الله. لا اللي في مال وزارة الداخلية ما سويتوه أنتم اللي في أبو ظبي سنة 2017 هي نعم هني استوى في العين ها هي. أنا تعرف أبو ظبي لا نحن سوينا كله في العين ما شاء الله. كم عرس كان والله الله يسلمك ما أعرف والله ما أتذكر كم معرس بس نحن اللي سويناه نحن قامت فيه شركة عزام الضيافة ما شاء الله ما شاء الله. مرة في سنة 2015 كان في قاعة زاخر في العين نعم. والعرس الثاني في سنة 2017 في قاعة الخبيصي في العين نفس قاعة اللي نحن بيعرس ولدنا أحمد فيها نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير. هذا كان تحت رعاية صاحب سمو تحت رعاية سمو الشيخ وزير الداخلية سمو الشيخ سيف بن زايد الله يحفظه الله يحفظه ويطول بعمره. هذه هم وزارة الداخلية. هذه وزارة الداخلية سنة 2015. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه عام الخير سموه وزارة يوم. إدارة مراكز وزارة هي والله. إيه وهذه طلع عمرك الشهادة اللي سموها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الفريق سموه الشيخ. سيف بن زايد. الله يطول بعمره ويحفظ أبو زايد. كان في رمضان في نفس الوقت هذا. ما شاء الله ما شاء الله تستاهل تستاهل يا أبو علي تستاهل. علي هل إن عرسنا نحن بيكون مميز؟ إن شاء الله بإذن الله. بيكون وايد. بيكون عرس مميز وبسيط كلاسيك. هذا هل إن نحن با نحن ما نبي شيء مال البطرة. ما بيكون مبالغ فيه. أيوة. بيكون إن شاء الله عرس بسيط. نعم. ولكن في نفس الوقت بيكون عرس مميز. مميز. هذا أنا أبا لأني أنا بكبري مميز. أنت مميز الله يسلمك. هي فالمميز يبقى شيء مميز يعني الله يبارك فيك يا ابو علي لكن في نفس الوقت بسيط هذا الزين زين وكلاسيك جزاك الله خير ان شاء الله ابو علي الحين عاده الناس اللي تبى تختار العرس الدخله كيف والدي جي وما ادري يوم بيدخل المعرس ولا لا لا هل هذا انتم ملمين في هالاشياء ولا لازم يبلادمي شركه من غير او شركتكم انتم عندها كل شيء ترمون مثلا اللي بيي ما يحتاج يصير حق شركة الإضاءة أو شركة المادري شو شركة شو إحنا الله يسلمك إضاءة موجودة عندنا الكوش عندنا موجودة يبي يصمم كوشة نصمم له كوشة أو يجيب صورة كوشة نعم ونحن نصمم له إياها نعم الورد نحن نأخذه عند السبلية نعم ونسوي عندنا الورد نصممه عندنا على اللون اللي يناسب لون الكوشة ويناسب لون الفرش وناسب لون اللي مختار النوع نعم يختار الطاولات اللي يبغاها الكراسي اللي يبغاها او العدد اللي يبغاه العدد اللي يبغاه ونوع الخدمه كم يسمونه كم نفر بي وما كم ها كل اللي يختاره كم قهويات يبغاه شو البوفيه اللي يبغاه كم مين كورسي الحين المجهويات انتم من عندكم لو من عندنا شو لا القهويات الحين بنيها بعد كل من عندكم انتم مني شو الشركه اللي بتبونها بدي تكون شركه ان شاء الله تبيض ويه اكيد اكيد في معلومه انا نسيت اخبرك بها عنها ونسيت اخبر المشاهدين من يوم ظهرتوا انتم اكثر عن 3-4 شركات جت ويون لا هد ولا هدى ويمزرون البيت واقول لهم ابوي انا خلصت واتفقت مع مركز عزام فالحين هاي التصوير دليل اني جيت وياي اوقع العقد واخلص
فاللي لا يحد يطرش. شكرا للي عرضوا وخدماتهم شرط, وشكرا للي بقوا يخدموني, وشكرا للي عندهم شركات مراكز مثل مركز عزام. انا اقريت شركه عزام للمركز عزام للضيافه, اقريته انه يتعبل من كل شيء. نحن ما علينا الا نلبس معرسنا سفرته وعقاله بشته ونيبه. يا الله يحفظك علي. اللي بي يبي يتخبر عن اي شيء يتصل اخير لو يجي المركز عندكم. والله انا افضل مثلا يجي شوروم يشوف بعينه شو يبغى. هي نعم, بدون ما لا تليفون ولا كمبيوتر ولا صور. نحن ترى بعد ترى في عندنا مديرة المبيعات كفاءة اللي مثلا عنده في ترى من كبار السن نعم اللي ما يقدرون يجون. ترون تسوون لهم مثل ما سويتوا لنا, طلع عمرك لا تشيل الكمبيوتر وتروح لهم للبيت وتعمل لهم كل شيء. نعم, واذا والله بيوقع ويانا بنسوي له برزنتيشن في البيت مثل ما سويتوا لنا. نعم, بنسوي له برزنتيشن كامل. جزاك الله خير, بارك الله فيك, الله يحفظكم. هديه جاتنا من مركز عزام للضيافه. عيشي بلادي عاشت اتحاد اماراتنا. وهني شو هالمكتوب ما واضح زين, دولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام يا سلام, شكرا يا أبو علي على هالهدية. مشكور وما قصرت, جزاك الله الخير. جزاك الله الخير. تعطون كل حد ولا بس أنا؟ جزاك الله خير, ما تقصر يا أبو علي. جزاك الله خير. أقول لك الحين أنا مشيت تمشيت في العين, وين أسير أتمشى؟ أسير أي مول تقترح؟ مقترحك شو بصير فيها؟ اريد اتمشى نص ساعه, وعندي صاحب صديق اسمه راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي, هو يقول لي اختار لنا مكان. والله وانا العين ما جيت من سنه, من زمان شكلك ما جيت. اي والله اقرب لك العين مول. في العين مول اسير؟ اي نعم. توكل على الله. وتبغى شوري بعد تبغى قهوه؟ اها, وقهوه عندك بستاشو كافيه في اي طابق؟ هذا تحت. شيء زين فنان؟ اي زين فنان. تحت مسؤوليتك؟ اي نعم. عند كل انواع الكيك. يا سلام, عزة الله اخترى بالرجيم. قهوه قهوه. جزاك الله خير, مشكور يا ابو علي. تسلم الله يحفظك. كفى, مشكوره على حسن الاستقبال, وشكرا على حسن الضيافه, وشكرا على هالمكان اللي ابدا كانك جالسه في شيء عالم ألف ليلة وليلة. بارك الله فيك, شكرا 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 شكرا. هدف الله يحفظكم أنه راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي موجود في العين مول, وهو عدنا وياه ويتريع عازمنا على قهوة كوفي عاد ما يسموه, خبرنا به مساء الريال محمد بن علي. والله مليون مرحبا. وين تبي توديني انت؟ والله انا اقترحت كوفي, انت ما طعت تخليني اسير له. انا اقول بتيل ابو محمد. بتيل؟ تبغى نسير بتيل؟ كذي جايين انت قبل؟ والله عند البستاش وكيك والكوفي ماله حلو, انا طلب قهوه عنده بستاش وكيك حلو والله. زين ايش عليه؟ لكن في شيء الحين اشوفه في العين مول ما شفته في اي كوفي في الدنيا العوده, وفي اي مول في الدنيا العوده, نسبه السفر والعقل والكنادير والنباطنين وايد كبير. شوف ما شاء الله, شوف ما شاء الله, وين ما تصدها يعني 98% كلهم مواطنين 98. شو السر في هالموضوع؟ سوي زوم على الممر هذا, شوفوا والله عليكم, شوف ما اكثرهم 90% كلهم مواطنين, كلهم اهل الدار. ها وين ما تصد كلهم مواطنين. شيء غريب يعني, ما شفت انا مكان في نسبة توطين هالكثر. وفي أي مول في الدنيا تديته هنا نسبة الريايل 10% ونسبة الحريم 90. زين, نسبة الحريم 90, نسبة الريايل 10. إلا العين مول, العين مول شوف ما شاء الله نسبة الريايل 98%. الله يحفظكم. راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي, باكر معزوم هو وينه؟ فلي المعلق. فلي المعلق. وانا على الله يحفظكم عن نفسي
أنا مش معزوم، أنا عازم عمري عند عرب بدخل عليهم على غافلة في ند الشبل. ما بيدروا بيش درهم صدقاني وايد في ند الشبل. بفطر عندهم بدون سابق موعد ولا موعد ولا همك الله ولا هم يحزنون. وبفطر عندهم وخلاف بسير دبي مول. دبي مول ساير حايتين. أول شيء بنتمشى ويا هالرجال الطيب يعلى الله يحفظه والناس الطيبين اللي ياس يصورني له هدوء لهدى. زين؟ وأريد أسير محل بشوتي شزاري بشوتي. وصل عندهم الكولكشن الجديد مثل ما سويت العرض مالهم في مارينا مول، بسير أسوي العرض ليلهم في دبي مول إن شاء الله. بضاعة هي لكان البضاعة وصلت الألوان الجديدة مال الكروكوداي في دبي مول. فقلت حي وحاي وبيع مسابيح. أنا ساير الحين دبي فمرة عمرتين منها بسير المحل ما بشوتي شيزاري بشوتي، ومنها إن شاء الله إذا الله راد أني بتلاقى ويا الجماعة بنتقهوى بين أربس بنسولف. وخلنا عن سيرة السيتي ووك. السيتي ووك خلنا عنه بنسيبه دبي مول. ليش؟ بدأت لي حاي في شيزاري بشوتي وما في أشتل من دبي مول وأسير بعدني لين سيتي ووك. هذا أولا وايدين قال أبوي حر عليك ولا فيك على الحر. قلنا شوركم وهداية الله هدأ ما قلتوا إلا الصواب. إن شاء الله باكر مسانا كله يازم في دبي مول. أبشركم أبوي دبي مول قلب أبوي جدا دبي العين مول أبوي ربشة خلق اللوم ما خلق في ممزوق لين عينها بادر. يقول لك قيض مشتاق دوم عامر خلق الله ما خلق. جزاك الله خير يا ابو سنيد اني ابن هالمكان الفنان. المكان فنان وزين وخلق الله ما خلق. يسد تشوف العنصر يوم تشوف هالبلادك الدم ييري في عروقك. نعم هي برشر حافظ عليهم العرب اللي فيها خير. اي نعم مكان رابش كل العرب كل العرب فنانين. ها لا مثل هذنمون ولي هناك شهر ريال اللي ما بيعز إلا شيء عضلنا. اي والله انا ياس اصورك وصد الطرف هذا كأنه ما يبص تصوير ما بعيب انه. اقولكم من مدة اظني من اسبوع له عشرة ايام يا صنيديج في سيثرو من زجاج وداخل مضارب ريح واعتقد شيء فيه عود ودخون ومديخن صغيروني ما اتذكر والله شو فيه. المهم انا صورت مريت عليه مرور الكرام راعي تمطر اشتري لي مسج اليوم تواجعني تقول لي انت لك بغايا بغاياك غير حدا تصور له فيديو وحدا تصور لها صورة مرور الكرام تسوي له. قلت له يا مايا انا ما اتذكر. قالت لا هذا حين بيجيك الفيديو وانت مريت مرور الكرام. مرور الكرام ابوي نحن ما يوقف ما يوزلنا مرور الكرام. قلت لها صوري وطرشي. طرشت عاد حسابها وطرشت الصندوق اللي طرشت لنا هدية وطرشت حسابها بالإنستغرام وتلون بيني وبينكم. قلت لها إن شاء الله من عيني إني بحط لك. فالحين الله يحفظكم أنا بحط الصناديق اللي الحرمة طرشت لنا طرشته هي لكن أنا فتشته وجسمت اللي داخله. غير هي طرشت فيديو من غير قالت هذا حسابي وهذا صندوقي الله الله فيه. أنا إن شاء الله حاضرين 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 يا منبع اليود والطيب. صناديق وذ ونعيم ويصلح بهدية صغيرونة أو هدية متوسطة الحال ومال المواطنات يعني لها اللي يسوي الريح في بيوتهم ما بمال تجار دكاكين وحفيزات لا مال تاجرات أخيرات أو يعني على وشك غد كمبنيات. انزين هذا سيري توني جاي فتحنا هالقرطاسة هالخريطة الطويلة العريضة ولقطنا ابوي مطرشين هذا الدوق هني وعافي. انزين هاي اظن يا كنافة يا بسبوس. ايوة هاي كنافة. ايوة هاي الكنافة وهذا الأطر مالها وياها
ما ادري عاد كنافه بال كنافه بالشو من داخلها ما يندرى بالشو ما اعرفه، لكن اكيد انها شيء زين يعني مستحيل تكون شيء عادي يعني على هالترتيب وهال هالسنه. خبرتكم من قبل ان جايتني هديه جميله وتاخذ العقل، هذا اللي تشوفونه عباره عن جيكات عباره عن قوارير للعصير اظني، وهذا قلاصاتن وهذا الستاند مالهن. بغيت تكسرهن، هذا تشوفونهن جميلات، ست قلاصات بتبعهن. هي والله ها هاي القاعده كامله، هاي قاعده هذا ما تشوفون بدلالهن، بدلالهن تين، وحده عوده وحده صغيره، بدلال المانيات. هاد لا يسالني بعدني الحين بربيكم الكرت اللي الحين بعد ما شفته، ما بكرت واحد مطاشين بعض مرضاه مكروت، دلتين وحده عوده وحده صغيرونه. شوفوا الدقة وشوفوا الشياكة، ورقم واحد الخدمة، خدمة وايد جميلة، جميل ونعيم وفنان، ما أظنها خدمة بنات يعني. وهابوا طاسة الغسول مالتن، الصحون مالت شاي، وهاي السكرية، وهاي العادة الاستكانات، استكان هذا طقم استكاناته. زين هاي الفناي بالرغم من اللي عيبني اللي لازم ما يكون سي ثرو، لكن ما حق المناسبات زين زين المناسبات. وهاي بعد حق سحب يكون وهذه الله يحفظكم طقم ويا هاي الدلال، طقم ويا الدلال. روحنا مقيل ما شاء الله، ما خلت شيء ما طرشته، لا خلت على عمرها لا يرد ولا يريد. وهاد لابنتين هنا اللي ما تشوفون شو ما زينهن، جميلات. فوق القنبرة مالتن مقمشة، تحتن شرات الكريستال، مثل هاللي يحبونهن مثل ريشة يعني، ومحزم مثل مدير محزم الباشا تحت مقمش. جزاها الله خير، الله يحفظها لبنية مالت تاجرات صغيرات بيكون. نطش بعدها سكرية مقير ومدخنها وياها طقمين نطشة، الله يبارك لها ويرزقها. هاك الكرتون العود اي اماره في اي مكان انا ما اعرف ولا شيء، يا البيت ابوي هاك الكرتون كم مكبره ثلاث انفار، يلا يلا يرمون يشلون داخل ابوي هالشيء كامل مرتب معدل ومازين وشيء فنان وقاوي وفخم، لكن ما بمال استعمال يومي، هذا مال حشمه، حد يجي مسير له لشيات، حد ضيف يعني، الله يبارك لها ويرزقها. السلام عليك صلاح. كيف حالك صلاح؟ خير. شو اخبارك؟ صحك بخير؟ تمام. انت بخير؟ خير. يقولون بتعرس؟ ان شاء الله. زين زين العرس. وايد زين. اول حفل اول؟ ايه. اول حفل. ايه لا زين زين، لكن في هذا؟ كذا.